الشباب هم ثروة هذا الوطن، وبطاقاتهم تنهض الدول. ومن هذا المنطلق جاء برنامج مسارات الذي ينظمه مركز الشباب، ليضم 8 مسارات بمجالات مختلفة بمحافظة مسندم. برنامج مسارات هي أحد من البرامج التي ينظمها مركز الشباب، والذي يستهدف الشباب في محافظة مسندم، وتم التركيز على جميع ولايات ومناطق الموجودة في محافظة مسندم. وعملنا 8 مسارات. هذه المسارات متنوعة، منها الريادي، ومنها أيضا ليهتم بالهوية وبالشغف وأيضا بالعطاء، ولله الحمد استفاد فيه أكثر من 200 شاب. تخلل البرنامج حوارات نقاشية علمية وعملية مع أهل الاختصاص في مجالات متنوعة، اقتصادية وسياحية ورياضية وغيرها من المجالات التي تهدف في إشراك الشباب في تعزيز وترويج السياحة الداخلية وتعزيز المواطنة والمحافظة على الهوية الوطنية. طبعا نستهدف هنا اليوم إن شاء الله تعالى فئة الباحثين عن عمل وأصحاب المشاريع المنزلية والمشاريع الصغرى، نناقش فيها طبعا مسار معين في برنامج تسويق، مركزين بشكل كبير جدا على تحديد العميل المستهدف كونه اللبنة الأساسية في التسويق وصياغة الرسالة التسويقية، ونأمل ونتمنى بإذن الله كل التوفيق للمشاركين. شاركت في برنامج مسارات في مسار الرواد، ومن خلال برنامج اليوم تعلمت كيف ممكن أنا أدخل كباحثة عن عمل، كيف ممكن أدخل عالم ريادة الأعمال، وكيف أتبع الخطط التسويقية، وكيف ممكن أسوق لمنتجاتي، وأعرف وش هو نوع الزباين اللي ممكن يدخلوا لمشروعي. تنوعت المسارات بجميع ولايات المحافظة، وذلك للوصول إلى استفادة الشباب من هذه البرامج. واختتم البرنامج بمسار الريادة الذي استهدف رواد الأعمال والأسر المنتجة والباحثين عن عمل. يهدف البرنامج بجمع الطاقات الشبابية لبث روح الإبداع والإلهام، لتنعكس مخرجاته على الفرد والمجتمع بمختلف قطاعاته. عقيل بن عماد الكمالي، محافظة مسندم.